والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة مركز الثقافة السنية جامعة تتبوأ بمكانة مرموقة من بين الجامعات العالمية، وقد قدمت الجامعة خطوة تاريخية قبل 4 سنوات بتأسيس معهد العلوم الشرعية لحملة القرآن الكريم. نعم، ها هي كلية مركز مالك دينار بفارا فالي في ديار مليبار على شاطئ البحر العربي في قرية فندلينا المشهور بوصول تجار العرب ودعوة الإسلام في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وهذا المعهد يتزين بطبيعة خلابة ويمتاز بطلبته المجتهدين والأساتذة المهرة ومنهج دراسي أصيل. ويقدم المعهد لطلابه دورة تمتد إلى 6 سنين. طوال هذه المدة يقوم الطلبة بشتى الأبحاث في علوم القرآن وتفسيره وفي الأحاديث النبوية الشريفة، مع العلوم المادية إلى أن يتخرجوا بالماجستير في الفنون والعلوم المادية. إضافة إلى ذلك، يفتح هذا المعهد أبوابه أمام الراغبين في تحصيل إجازة قرآنية بدورات مختلفة في تلاوة القرآن الكريم مع القراءات السبع ودورة الشاطبية بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.